الناس عايزة تتجوز، وطبيعي ان الناس تبقى عاوزة تتجوز وتكون اسر، وده المكون الرئيسي للمجتمعات يعني. والمهم جدا انه تبقى المسألة فيها من اليسر، مش بنقول انها تبقى يعني سهلة كده خالص زيادة عن اللزوم فيبقى احساس المسؤولية مش موجود، بس كمان ما تبقاش صعبة زيادة عن اللزوم فنشعر بأنه الزواج هو عملية مستحيلة وتأسيس الأسرة عملية فيها من الاستحالة والصعوبة اللي يعقدك ويظلم الدنيا في وشك. مهم قوي أنه يبقى في عندنا يسر في تكوين الأسرة، يسر في الزواج. عائلات قرية الرويهب في سوهاج تبنوا مبادرة حلو، المبادرة كانت أساسها إلغاء بنود الأفراح المبالغ فيها، حفلات العرس المبالغ فيها. طب عملوا إيه؟ تعالوا نسأل أستاذ رضوان عبد المحسن رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع والقائمة على هذه المبادرة. إزيك يا أستاذ رضوان؟ إزاي حضرتك فندم، ربنا يخليك. إزاي الصحة؟ كله تمام؟ تمام يا فندم. قول لي بقى يا باشا، عملتوا ايه علشان تيسروا على الناس مساله الجواز؟ احنا حضرتك باختصار الدوله بتدي دور كبير للجمعيات الاهليه حلو. ومنظمات المجتمع المدني عشان يقوموا بمسؤولياتهم تجاه المجتمع. حلو. احنا حضرتك لقينا ان الموضوع هنا في الصعيد ابتدى ياخذ منحنى خطير جدا، حتى ان اصبح الزواج بدل ما بيبقى يدخل فرح على العائله يدخل نكد وهم. اصبحت امور يعني لا هي كانت في العرف بتاع المجتمع المصري اللي احنا تربينا فيه اللي هو التكافل والتعاون، ولا هي حتى في الدين بتاعنا اليسر. الزواج يسر واقامه اسره، ولقينا بعض العائلات بتتنافس وتتناحر فيما لا يجدي ولا يعود على الأسرتين إلا بالتعاسة فيما بعد، وبعض الناس حضرتك وصل بها الدرجة إنها تبيع أطيانها عشان تجوز أبنائها، وبعضهم أو خد قروض من البنوك واتحبس. فكان لزاما أن عندنا كوادر في جمعية تنمية المجتمع بقرية الرويهب التي تعمل ضمن البروتوكول بتاع وزارة التضامن، والدوله حاليا زي ما حضرتك عارف بتدي مسؤوليه كبيره على عاتق، المفروض نساعد الدوله في حل بعض المشكلات، مش كل حاجه تعملها الدوله. المنظمات الجمعيات الاهليه ومنظمه المجتمع المدني عليها هذا الدور. فقمنا بهذه المبادره طرحناها على جميع عائلات القريه، التفوا جميعا واقتنعوا بالفكره لانه اصبح الموضوع صعب جدا حضرتك، مبالغ رهيبه ما ينفق فيما لا ينفع، يعني بعيدا عن العفش وبعيدا هي ليله الفرح والاكلات وال بيصل الى مبالغ رهيبه حضرتك. ف بيتصرف كتير في ليله الفرح دي، صرف كتير ما فيش منه فايده يعني. تمام. والحاجه الثانيه برضو انه في حضرتك العريس بيحس انه يعني مفروض عليه طوق من الـ يعني بيبقى فيه نوع بيتراكم عليه، حتى بعض الجوازات حضرتك ما بتقعدش اكثر من سنه وبيحصل خراب يعني. ففي حاجه لفت نظرنا انه في حاجه عندنا يمكن مش عارف حضرتك، هم كما يقولون ان ليس النيل هو من ينبع من الجنوب، ولكن الحكمه ايضا تنبع من الجنوب. صح. او حضرتك لسه بتقول انه في حاجه في مصر بتتغير، مش بس المدارس ولا المستشفيات في الجمهوريه الجديده، لا ده الفكر، في فكر هنا على الارض الواقع. صح. بنحاول نعمله كعادات جيده وحميده تساعد الزواج. طيب للشباب. فكرتوا في ايه يا استاذ رضوان؟ قول لي كده، يعني وصلتوا لايه واقنعتوا اهالينا بايه؟ هو حضرتك المبادره التف حولها جميع عائلات القريه والشباب برضه التف حواليها، وعندنا جمعيات اخرى برضه التفت حوالين هذه المبادره. قمنا بصياغه عندنا كوادر شبابيه وناس متعلمه، عندنا نسبه تعليم عاليه في القريه بالمناسبه، ابتدوا يضعوا زي ميثاق شرف. يبصوا كده يفندوا بعض الحاجات اللي هي بتعمل المشكلات دي، فلقيوا ان في حاجه اسمها عندنا مش عارف هل المتداوله يعني في قول اسمها العشاء حضرتك، وليس لها علاقه بالاسم.
هو حضرتك باختصار انه الشاب لما يروح يطلب يطلب يعني في بدايه الامر بحضرتك بيطلب منه 100,000 جنيه، يعني وصلت 100,000 جنيه. هذا المبلغ بياخده ابو العروسه عشان يجهز بيه العروسه، يجيب لها ادوات كهربيه وشاشه وتكييف والكلام ده. طب ليه؟ وكمان يجهز اوضه اطفال، ويجهز ما لسه ما اتجوزش عشان يجهز اوضه اطفال. حضرتك في الخطوبه بيتم عمل حفله توفير كامله كليله الدخله، وفي الكتب الكتاب بيتم برضه كذلك، يدفع العريس كوافير وحفله ومسرح وفراشه في الزواج برضه. طب ليه ثلاث مرات نعمل القصه دي؟ يعني تخش مثلا نلاقي مثلا التكلفه داخله لها كده ايه، صباح الفل ب 200,000 جنيه يعني على صباح الخير. صباح الفل على صباح الخير ايه معاليك؟ بتدخل في يقول 500,000 700,000. يوه 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 حاجة مستفزة كتير قوي. حضرتك أصبحت العائلات في قريتنا والقرى المجاورة بتتنافس، أنا مش أقل من عائلة بيت فلان وكده، بتتنافس في هذا المجال يعني. فحضرتك حطينا الوثيقة أهو. ها طيب قول لي اتفقتوا على إيه؟ أنا عايز المشاهد يوصل إيه للب الموضوع، الزتونة زي ما بيقولوا، وصلتوا لإيه طيب؟ يعني بدل ما الناس هيوصل للحكاية الـ 500 والـ 700 وكلام من ده، وصلتوا لايه؟ اتفقتوا على ايه مع بعض؟ تمام، حضرتك اتفقت جميع العائلات على اولا الغاء حاجه اسمها بند العشاء، ده كان بيدفعه العريس مبلغ وليس له علاقه بالعشاء، يعني ليس له علاقه بالعشاء، هو مبلغ بيدفع عشان نعمل به القصه اللي قلت حضرتك عليها. ايوه. الحاجه الثانيه الغاء تجهيز غرفه الاطفال، انت بتجهز غرفه الاطفال قبل ما تكتب الكتاب لما عليه. يبقى ربنا يكرم وييجوا نبقى نجهزهم ان شاء الله. مثلا يعني بتحملني انا غالبيه الشباب بيبقى في الخارج وكده وكده، يعني انت بتحمله عباء فوق طبعا ده شباب صغير يعني مش كده. فما اعرفش حضرتك ايه كمان؟ حضرتك الدي جي عندنا العفشه هي وطالعه، يمكن ده مش موجود حضرتك في القاهره ولا المدن يعني. حضرتك اسطول من السيارات المحمله بالعفشه. عارفها. والدي جي والسنج والقصه بتاعت دي بقى بتبقى بتاعت التفاخر بقى، احنا جايبين كام مرتبه وكم بطانيه وكم لحاف وكم اوضه صالون وقعده والسفره شكلها عامل ايه، ولازم يبقى في كده ايه حفله كده والعربيات ماشيه، كل ما عدد العربيات زاد كل ما كده يعني ايه بنتنا يعني افتخرت اكتر وعيلتنا انبسطت اكتر. ده لغيتوها دي؟ التراث الشعبي ده اللي عايزين نطلع منه، اللي هو بيعمل عبء. تلاقي حضرتك صور من السيارات، ومين اللي بيدفع في الاخر؟ العريس. الدي جي مين بيدفع؟ العريس. مش عارف كل المشاريب على العريس. فحضرتك الغاء الدي جي اللي هو بيبقى في العفشه ده. حاجة تانية حضرتك، العريس لما بيروح السائق يجيب الذهب للعروسة، حضرتك مطالب يجيب ذهب للعروسة ويجيب هدية ذهب لأم العروسة والخمس اخوات العروسة ويجامل العيلة كلها. طب ليه كده؟ الله، لا لا لا، اجيب هدية للعروسة ماشي، اجيب هدية لأم العروسة واخوات العروسة؟ ده لو ما جبتش كده هتنكد عليك ام العروسه واخوات العروسه. لا يا عم مش عاوزين. ايه ده؟ كتير قوي. عشان كتير قوي. لازم اهالينا في الصعيد مش كده يعني. هو حضرتك يعني حضرتك كما تعلم جيدا انه لسه كنت بتكلم حضرتك على الصعيد في زياره الرئيس للكليه الحربيه. طبعا. ان الصعيد اهل كرم. قوي. واهل شهامه، لكن دخل هذا الوضع في التفاخر والتنحر فيما لا يكفي. لغينا انه اقتصر العريس ما بيجيبش ذهب غير العروسة وحسب استطاعته بقى، ما حطناش حد يعني تبقى المتوفر. اللي حضرتك العروسة بتروح ثلاث مرات الكوافير في الخطوبة وفي كتب الكتاب وفي الفرح، قلنا لا مرة واحدة يتحملها العريس، وهي لو عايزة تروح 50 مرة تتحمل مع نفسها بقى. أو تحافظ بقى على شعرها بقى خلاص. هتحافظ حضرتك تحافظ على التسريحة والحاجات اللي اتعملت الثلاث أيام دول مش كده بقى. لا أحيانا بيبقى شعر وكده يعني. القاعة حضرتك بالاتفاق مع بعضهم، عشان احنا عندنا هنا في الصعيد بيذبحوا الذبايح في الدوار كده والعيلة وكده وبيعمل قاعة، يعني يكلف له 50-60,000 جنيه ذبايح وعزايم هنا في اللمة ومكان العيلة، وبرضه مجبر يتأجر قاعة 30-40-50,000 برضه من ناحيتين، اعمل دي وهتعمل دي ولا مش عاجبك. طب وصلتوا برضه انه يعني انتوا لغيتوا الحفلة بتاعت اسطول العربيات صح كده؟
مش لغيناها نهائيا، خليناها يعني ممكن الحاجه للحد الادنى يعني بالمعقول. ولغينا تجهيز اوضه الاطفال دلوقتي لما يبقوا يجوا بمشيئه الله سبحانه وتعالى، نبقى نعمل لهم الاوضه اول ما ينورونا. ده كلام. وبالمناسبه ده هو لسه الواد عشان ولا البنت يقعدوا في اوضه لوحدهم، ده مش قبل ما يتم له 3 سنين. تمام. مش لما يجي الاول. لا ما احنا حضرتك اطفالنا غير اطفال العالم، اطفال صعايده بيتولد راجل. فاحسن راجل واجدع راجل. حضرتك حطينا برضو في الوثيقه بندين، قلنا المطلوب من العروسه ايه تفصيلا كده، والمطلوب من العريسيه عشان نتفق. طبعا حضرتك المبادره هتاخد وقت عشان نتعود عليها، لان انت حضرتك عارف العادات والعرف عشان يبقى عرف بياخد وقت، لكن بدات الناس تقتنع وكله التف، كبار العائلات والمثقفين والعمد والناس كلها. حضرتك المطلوب من العروسه ادوات المطبخ الرئيسيه من خلاط ومكواه والحاجات دي والشوك والسكاكين والحاجات العاديه. الملابس بتاعتها ما بقاش فيها مبالغه. يعني حضرتك تقدر تقول لي العروسه جايبه لازم تشتري 300 فوضه مطبخ وفوضه وبشكير، مش يعني حاجه صعبه. يعني ايه 300 وايه 400؟ لازم تجيب 500 عبايه، مش عارف، مش بتتخن، مش بتزيد، مش بتخس، حاجه غريبه. حضرتك برضو دون مغالاه يعني تجيب الملابس اللي هي ايه يعني ضروريه. برضو العريس مطلوب منه يجهز السكن، وهو اللي يجيب الاجهزه الكهربائيه، يجيب ثلاجته وغسالته بالاتفاق مع بعض. تمام. ويدبر على نفسه. اللي هنا في الاخر برضو حضرتك انه لو عملنا الحسبه دي هنوفر على العريس حوالي 50 60، وفرنا عليه 100,000 جنيه الاولانيه، وهنوفر على ابو العروسه اكثر من 100,000 جنيه. كان هيبيع ارض وكان هيتلف وكان هيقترض وكده. يعني يجيب العريس المطلوب منه هيجيب الاجهزه الكهربائيه، ثلاجه وغساله والكلام ده، هيجيب انتريه مثلا على كده، ممكن يجيب ستاير وسجاد حسب الظروف. يعني الذهب يكون مقتصر على الشبكه اللي هيقدمها للعروسه فقط، مالوش صالح بالعيله بقى طبعا، وام العروسه واخت العروسه وخاله العروسه، كل واحد عايز لها خاتم. تحصلش في الدنيا كدا. دي لا احنا كده بعد كده القاعه برضه بتبقى بالاتفاق، برضه ما نحملش التكليف اكتر من كده. صح. واتفقنا وتم الاتفاق على ان العريس اللي من خارج القريه سوف نعامله كابناء القريه. جميل. طيب وده حاجه لاقت قبول لدى اهالينا هناك ولا لسه يعني بنفكر؟ حضرتك لا، لقد قبول واقتناع وهنبدا احنا حاليا بنعمل لينك مع المجلس القومي للمراه، عايزين بس دعم حضرتك توصل صوتنا. بنعمل عندنا الجمعيه فيها كوادر نسائيه وخريجات بيأدوا الخدمه الاجتماعيه، عايزين حضرتك احنا بنحط خطه حاليا لحاجه اسمها حمله طرق الابواب، انه هذه اللي هم الخريجات اللي بيأدوا الخدمة العامة، حد من المجلس القومي للمرأة في سوهاج أو في القاهرة يتبنانا، بحيث نديهم تدريب وبحيث نعمل نصل لكل أسرة، لأن حضرتك تعرف إنه القصة دي بتعملها الستات في البيوت. إحنا نوصل صوتكم جدا جدا جدا، لأنه الهدف الرئيسي هو إن إحنا بنعمل أسرة متماسكة، ودي حاجة مهمة جدا، وأسرة قلبها على بعضها، ودي برضو حاجة مهمة جدا. أعتقد أنه يعني أكيد أكيد المجلس القومي للمرأة بيتابع كويس جدا البرنامج، عندي هذا اليقين. وأعتقد أنه الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس بتتابع أيضا عن كثب، وأنها تتبنى دائما كل مثل هذه المبادرات الطيبة اللي من شأنها التيسير على أبناء وبنات المجتمع. بنات مجتمعاتنا في الصعيد هم بناتنا النهاردة، وهم إخواتنا في أحوال أخرى، وهم زوجاتنا في أحوال أخرى، وهم أمهاتنا دائما وأبدا. يعني فبإذن الله بإذن الله احنا نشتغل معاكم يعني إيد بإيد في الموضوع ده، وربنا يسهل كده في أول فرح يتعمل طبقا للمبادرة الجديدة تعزمونا ونيجي بقى نحضر معاكم الفرح. الأسرة أو العريس اللي هينفذ الأول له جائزة كبرى مننا، وهيعني هيبقى حاجة هايلة خالص. وهو ده المجتمع بتاعنا، لما يلقى مشكلة ولا يلقى أزمة طبعا كل الجميع يفكر في الخروج من الأزمة. احنا هو كده المجتمع متماسك، المجتمع المصري سواء كان صعيدي أو غير صعيدي يشعر بعضه في ترابط طبعاً. حضرتك وجداني.
الشعب، شوف المجتمع المصري على رأيك، صعيدي كان من قبلي أو ناس من أهالينا في بحري، الشعب المصري عنده ترابط وعنده تراحم طول الوقت، وشعب عاقل، هو بس بيحتاج من وقت للتاني ان احنا ايه نصحصحه حبتين، وادينا بنصحصح. انا اشكرك جدا. ده اللي عملناه في جمعية تنمية المجتمع، ان احنا نورنا، عملنا اضاءة ونورنا والناس التفت وساعدتنا، وان شاء الله هتنفذ، وان شاء الله في قرى متصلة بينا النهاردة هيعملوا الموضوع ده. عاوزين ننقل التجربة وننشر التجربة دي في كل حتة، مش بس في الصعيد، لأنها بالمناسبة برضو نفس اللي بيجرى ده بيحصل أحيانا برضو في بحري في بعض المحافظات، أو في بعض القرى في بعض المحافظات برضو بيحصل ده. ده أنا هضحكك، ده بقى بيحصل كمان في القاهرة، وبقى بيحصل كمان في اسكندرية، يعني الحدوتة الظاهر عمالة تنتشر، فإحنا عاوزين نلحق نلم بقى الموضوع ده تماما. أنا بشكرك جدا أستاذ رضوان عبد المحسن، رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع والقائمة على مبادرة التيسير في الزواج وعدم المبالغة في الإنفاق. بالمناسبة يعني عشان تبقى فاهم، هو الفلوس دي انتوا أولى بيها في الآخر، يعني احنا دايما نقول كده، هو الفلوس أصلها إذا كانت موجودة على العين وعلى الرأس ربنا يزيد ويبارك يا رب، بس بدل ما احنا نقعد نصرفها في شوية الكلام ده، لأ، العيلين اللي هيتجوزوا دول هم أولى بيها، نأسس لهم بيها بيت أحلى، نجيب لهم بيت أكبر، نعمل بيها شهادات مثلا في بنك من البنوك بتاعتنا تساعدهم على المعايش، نفتح بيها مشروع يبقى منتج ويساعد على المعايش أكتر وأكتر، وينموا نفسهم وينموا مجتمعهم ويساعدوا عيالهم اللي جايين، قبل ما نبقى بنفكر في أوضة الأطفال. طب ما نفكر إزاي هنعرف نصرف على الأطفال صرف حلو، ندخل على المدرسة حلوة ونعالجهم حلو وندخلهم جامعة حلوة ونكبر العيال مظبوط ويلعبوا رياضة مظبوط ويمارسوا هوايات مظبوط، ده المطلوب مش كده ولا ايه؟ مش نقعد نصرف الفلوس على ليلة ولا اتنين ولا تلاتة، نصرف لنا 500-600 ألف جنيه، انتوا اولى بالفلوس دي صدقوني. يعني تعمل كده مع بنتك يا يوسف؟ طبعا والله، انا دايما بنصح بان احنا دايما، يعني كل اصحابي كل اهلي كل معارفي عارفين ان انا شخص ما بحبش مساله المظاهر الكدابه خالص، يعني الحاجه تيجي بالمظبوط، لا تيجي قليله عن زياده عن اللزوم ولا تيجي كتيره زياده عن اللزوم، يعني انا اتربيت كده بصراحه، كل حاجه على راي جدتي ربنا يرحمها تقول لك كل حاجه بالمؤنن، فاقول لها يعني ايه؟ تقول لي يعني مقنن بالقاف، يعني بالعقل، ده بالعقل مش كده.